طيب نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. واستاد القاهرة الدولي بيستضيف بطولة مصر الدولية في نسختها الثامنة بمشاركة 172 لاعب ولاعبة يمثلوا 25 دولة. خلينا نتعرف على المنافسات وأهم المباريات اللي اتلعبت في سياق هذا التقرير. بتستمر فعاليات بطولة مصر الدولية لريش الطائرة في نسختها الثامنة، واللي بتقام على أرض مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي لحد 15 أكتوبر الجاري، وده بمشاركة أكتر من 172 لاعب ولاعبة من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم. هذه البطولة تقام للمرة الثامنة على التوالي، واختيار الاتحاد الدولي وللاتحاد الإفريقي لمصر لتنظيم هذه البطولة بمشاركة 26 دولة من مختلف دول العالم. المنتخب المصري يشارك بحوالي 40 لاعب. هذه الدورة دورة لها أهداف، لكل بلد له أهداف في هذه المشاركة، وبما لا نقول بأن كل اللاعبين يهتمون بجمع النقاط للتأهل للألعاب الأولمبية التي ستجرى العام المقبل بباريس. هذه البطولة العالمية لمصر هي فيها المستوى عالية، فيها اللعاب جايين من كل مكان من العالم، والتنظيم تاع البطولة هي حلوة. البطولة بتعتبر من البطولات الكبرى والمدرجة على أجندة الاتحاد الدولي، خاصة إنها من سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. أهمية البطولة بتيجي إن هي من ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 إن شاء الله. فطبعا بما ان اللي هي بطوله مهمه وفي ضمن التعداد بتاعت الاولمبيات لباريس، فالنقط بتاعتها او البوينتس اللي احنا محتاجينها عشان نتاهل بتبقى كتير، عشان كده بتبقى مستهدفه من كل البلاد حوالينا، سواء بقى اوروبا اسيا افريقيا كلها. فده خلينا مثلا متواجدين مع 25 دوله واكثر من 180 لاعب ولاعيبه، فهو ده اللي بيجيب اهميه البطوله. هاي البطوله نشكر فيها الاتحاد المصري اول شيء على التنظيم اللي كان جيد. طبعا احنا طموحنا خلال هاي البطولة ندخل الدور الأربعة، نحقق ميداليات، والحمد لله بالفردي إلى الآن دخلنا دور الأربعة، ونطمح إن شاء الله أنه نتحقيق البطولة. بطولة كتير مهمة، خاصة لأنه هاي سنة أولمبياد وكتير قوية، فاستعدنا لها أكيد بطولات تحضيرية ومعسكرات كمان تدريبية، وان شاء الله بتمنى التوفيق. البطوله دي من البطولات المهمه جدا السيزون ده، عشان دي من البطولات الداخله في الكواليفيكيشن بيريد بتاعه الاولمبيات. استعدت ليها انا الفتره اللي فاتت، كنت عندي بطولات كثيره يعني، وبعد كده اخر فتره ركزت جدا في التمرين عشان البطوله دي مهمه، و يعني اشتغلت جامد اللي انا بقى هنا في التوب فور الحمد لله. انا جيت هنا لهون مشان اشارك في بطوله مصر الدوليه اللي كل عام بتعمل هون في مصر. المستوى الحمد لله كان عالي جدا، والتنظيم كمان كان حلو في مصر كالعادة، يعني كل عام ما فيش مشكلة في التنظيم وما فيش مشاكل حصلت الحمد لله. والبطولة كانت شوي صعبة كتير، والحمد لله احنا تأهلنا للنصف النهائي في زوجي إينات مع لاعبة معمري تانية. مصر أصبحت الوجهة الأولى لمختلف الاتحادات العربية والقارية والدولية لاستضافة المنافسات المختلفة، وده في ضوء الطفرة الرياضية اللي بتحصل على مستوى الملاعب والرياضات. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر. طبعا زي ما حضراتكم متابعين انه في اهتمام كبير جدا من الاتحادات العالميه في مختلف الالعاب والانشطه الرياضيه بالتواجد في مصر، لان مصر اصبح فيها بنيه تحتيه رياضيه مهمه جدا لاستضافه كافه البطولات والمنافسات العالميه.